لم تتوقف فقط الإنجازات المصرية على الداخل وبناء استراتيجية واضحة للإنسان المصري من خلال خدمات صحية على أعلى المستويات وأيضا الخدمات التعليمية، لكن السياسات الخارجية المصرية لعبت الدور الأكبر أيضا في رسم السياسات وشكل التعاون على المستوى الاستراتيجي والتوجه إلى إفريقيا بشكل خاص. دكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس ينضم إلي عبر الهاتف. دكتور سعيد، برحب بحضرتك، ودعنا نتحدث عن إفريقيا وكيف كانت إفريقيا في القلب من السياسات المصرية على مدار السنوات الماضية. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. ويعني احنا عايزين نقول أن الاتحاد الإفريقي بدأ ينمو ويزدهر منذ أن بدأت مصر حكم الاتحاد الإفريقي ورئاسة الاتحاد الإفريقي عام 2019 بقيادة مصر تحت قيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي رجع مهابة مصر ومكانة مصر كقوة فاعلة في هذا الاتحاد الإفريقي. وبدأنا نركز على حاجة مهمة جدا احنا كانت غايبة عننا، ألا وهي توطين الصناعات في القارة السمراء. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان هدفه في رئاسة الاتحاد الإفريقي هدفين اثنين: أول حاجة تحقيق الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية، ودايما كده تعالي حضرتك نفتكر جملة مهمة جدا كان بيقولها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألا وهي أمن واستقرار الدولة المصرية بيجي من أمن واستقرار دول الجوار، الدول المحيطة، غرب مصر، ليبيا، جنوب مصر، السودان، أي دولة إفريقية كان بيسعى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تنال الاستقرار والأمن الداخلي. ليه؟ لأن الاستقرار والأمن الداخلي ده هيؤدي إلى عملية الاستثمار، هيجذب عملية استثمار وهيجذب المستثمرين الأجانب. احنا كان عندنا فكر ان احنا ما نصدرش الموارد الاقتصاديه بتاعتنا، الموارد والمواد الخام اللي موجوده عندنا في القاره الافريقيه عامره جدا بالمواد الخام، لكن كان هناك فكر ان انا ابدا ان انا اوطن هذه الصناعات، ابدا ان انا اعمل هذه الصناعات. وبدات حركه التجاره البينيه في عهد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2019، بدانا ننتبه ان احنا لابد ان نزود حركه التجاره البينيه بين الدول الافريقيه بعضها مع بعض، وده طبعا واضح جدا في الاتفاقيات اللي حصلت في الكوميسا واللي حصلت مع بعض الدول الإفريقية، اتفاقية إعادة اتفاقية أغادير بيننا وبين دول شمال القارة الإفريقية، تونس والمغرب والجزائر. أعتقد أن كل هذه الاتفاقيات عادت مرة أخرى الروح إلى الاتحاد الإفريقي وزيادة حركة التجارة البينية. نعم. الاتفاقية الإطارية للتبادل التجاري وتفعيل هذه الاتفاقية كيف أطفى وألقى نوع من الظلال المختلفة على هذه العلاقات ما بين مصر والدول الإفريقية؟ شوفي حضرتك، يعني انا عايز ارجع تاني برضو للمؤتمر اللي كان موجود في نوفمبر 2023، وكان سيادة الرئيس بيركز على زيادة الصادرات المصرية ان احنا نوصل ليها الى 100 مليار دولار. ال 100 مليار دولار دول مش هيبداوا نتحرك فيهم او نبدا نصدر هذه الصناعات الا من خلال مصر ومن خلال القاره الافريقيه. احنا كده كمحللين دايما بنقول ان السياسه المصريه في خلال التسع سنوات الماضيه لو حطينا ليها عنوان هنقول عليها هي السياسه الحيويه المصريه، سياسه حيويه في كافه المجالات. لو احنا اتكلمنا على الاتحاد الافريقي هنلاقي ان احنا بدانا نصدر، بدانا ان احنا نقيم علاقات مع بعض الدول في القاره الافريقيه ما كانش لينا في يعني في علاقات قويه جدا بيننا وبينها، بدانا ان احنا نصدر لهم بعض الاراء والافكار وبعض تدريب العماله وتدريب القوى البشريه، ودي حاجه مهمه جدا جدا كان بيركز برضه عليها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، الا وهي ان انا لما اجي اوطن صناعه لابد ان انا ادرب القوى البشريه اللي عامله. وبدانا فعلا نجيب بعض القوى البشريه وبعض الشباب اللي موجودين في الاتحاد الافريقي، وبدانا ان احنا في الدول الافريقيه وبدانا ان احنا ندربهم عندنا في مصر في المصانع وفي بعض الاكاديميات عندنا في مصر لتدريبهم وعلى الخبره والمجالات التكنولوجيه الحديثه. فانا اعتقد شوفي حضرتك برضو الزيارات المتكرره لرؤساء القاره الافريقيه عندنا في مصر، كل دوت بيزود من حجم التجاره وحجم التبادل التجاري بيننا وبين القاره الافريقيه. السياسه والاقتصاد وجهان لعمله واحده، لكن اليات هذا التعامل وشكل الخدمات والمشروعات التي تقدم بالايادي المصريه في داخل الدول الافريقيه وايضا القوى الناعمه فيما يخص هذه العلاقات كان له الاثر الاكبر ايضا في توطيدها على مدار سنوات ماضيه واستشرافها لسنوات قادمه.
شوفي حضرتك دي مهمه جدا، القوى الناعمه، ودايما يعني سياده الرئيس السيسي بيركز على القوى الناعمه من الشباب. احنا دربنا حوالي اكثر من 85% من معظم الشباب المختلف في معظم الدول الافريقيه على القاره كلها، جم عندنا هنا في مصر وبدانا ندربهم عن القياده، عن الاداره، عن دربناهم برضو في بعض المصانع اللي موجوده عندنا في مصر. ده ناهيك عن حضرتك عن المشاريع الاقتصاديه اللي بيننا وبين الدول الافريقيه، وانا اعتقد ان في مشروع كبير جدا بيننا بيربط بين القاهره وجنوب افريقيا، وهذا الخط او هذا المشروع السكه الحديد اللي ممكن يعمل على توسيع حركه التجاره البينيه للدول الحديثه الموجوده في القاره الافريقيه. نعم، احياء طريق الحرير مره اخرى، القاهره كيب تاون. نعم طبعا، وطريق الحرير ده يعني انتبهت ليه الصين، والصين فعلا ركزت ان مصر هي المفتاح الرئيسي لحركه التجاره بين الصين والاتحاد الافريقي. وكمان الصين حضرتك والدول زي كوريا الجنوبيه بدانا ان احنا نفكر في توطين الصناعات المتجدده. انا عايز اقول لحضرتك ان مصر من يعني من اوائل اول ثلاث دول على مستوى العالم في توطين الصناعات المتجدده في انتاج الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء، وهيكون المنبع عندنا هنا في مصر للتصدير الى جميع دول العالم. طريق الحرير اللي يعني اللي بدات الصين تنفذه، اخذت ان مصر تكون هي بدايه هذا الطريق بالنسبه للقاره الافريقيه، واعتقد ان هيكون منفذ كبير لتصدير الدولاب الاقتصادي الخاص بالصين والصناعات الصينيه. وما تنسيش حضرتك ان الصين واخده يعني مشاريع كبيره جدا عندنا في محور قناه السويس، عندنا في المنطقه الاقتصاديه في جمهوريه مصر العربيه، وبدات ان هي تعمل مصانع وانتاج للطاقه المتجدده، هتبدا تصدره في مصانع كتيره زي المنسوجات القطنيه ومصانع في السيارات، حاجات كتيره جدا في المنطقه الاقتصاديه. نعم. اعتقد ان ده هيعيد مره اخرى عوده وفاعليه طريق الحرير مره اخرى لشمال افريقيا من مصر، يبتدي من مصر وتبدا التجاره البينيه، وتبدا ان احنا نزود في حركه التجاره بين الدول الافريقيه. عايز ارجع لحضرتك كمان، لو حضرتك تفتكري في نهايه 2023 زيارة رئيس دولة جنوب السودان لمصر، وكنا بنعمل بعض الاتفاقيات الاقتصادية الكبيرة جدا بحيث ان مصر تكون وجنوب السودان هي المصدر الرئيسي لتصدير المنتجات المصرية لجميع الدول الافريقية الجنوبية الغربية الحبيسة اللي ملهاش الحبيسة اللي هي ملهاش مواني او اللي هي ملهاش حبيسة. نعم. بالظبط. نعم. منافذ ان هي تبدا ان هي تصدر هذه المنتجات. اعتقد ان احنا عملنا اتفاقيات كبيرة جدا لتصديرها عن طريق جنوب السودان. انا عايز اقول لحضرتك ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعلا بينتهز كل الفرصه اللي تعمل على تمكين الصناعه المصريه، على توطين الصناعه المصريه. واعتقد ان الاتحاد الافريقي كان من اهم اولويات سياده الرئيس السيسي في انطلاق هذه الفكره في توطين الصناعات المصريه. احنا عايزين نقول في الاخر يعني هو سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ما هو الا مسوق لجمهوريه مصر العربيه، بحيث ان جميع العالم يقدر يستفاد من مصر. وموقع مصر الاستراتيجي، موقع مصر نعم. الجغرافي اللي بدات الدول يعني تنتبه ان مصر هي مركز لتجميع كل هذه الدول بعضها مع بعض. نعم، هي المحور وهي المركز اللوجستي للكثير من تداول السلع والبضائع والحاويات، وايضا سوق واسع للطاقه. لكن دعني اتحدث معك عن حرص السيد الرئيس وعن السياسه الخارجيه المصريه في استقرار الدول الافريقيه واستتباب الامن فيها وعدم التدخل في شؤونها الخارجيه، ناهيك عن ما طالها من اثار سلبيه في تغيرات مناخيه وكانت حاضره وبقوه في المواقف المصريه في كوب 27. شوف حضرتك احنا يعني احنا كده بنربط حاجتين مهمتين جدا جدا. احنا في مصر يعني من قبل 10 سنين كده ما كناش نسمع ايه اهميه المناخ وايه اهميه التطورات المناخيه. حتى يعني لو حضرتك سالت اي حد من قبل 10 سنين كده عن رؤيه مصر الاستراتيجيه للتنميه المستدامه ما كناش نعرف. ولكن دلوقتي مصر اصبح لها رؤيه استراتيجيه وتنميه مستدامه تهتم بالمناخ وتهتم بالانبعاثات الكربونيه، بالرغم ان احنا ما عندناش انبعاثات كربونيه زي الدول المتقدمه الكبيره، ولكن بدانا نعمل كوب 27، بدانا نعمل مخرجات لكوب 27 اللي بنيت على اساسها كوب 28 اللي حصل في دوله الامارات العربيه المتحده العام الماضي. هذه المخرجات كان من اهمها المشكله الخاصه بقضيه المياه على مستوى العالم.
حضرتك في كوب 27 لأول مرة في مؤتمر مناخي نناقش هي قضية ندرة المياه الموجودة ليست في مصر ولكن على مستوى العالم. وأعتقد مخرجات كوب 27 بدأت إن هي تحظى وبدأ العالم يهتم في صندوق التنمية الخاص بالدول النامية في هذه الانبعاثات، وبدأنا إن احنا نتكلم على هذا الصندوق وبدأنا إن احنا نتكلم على هذا المناخ. تمويل من أجل تفادي الأضرار التي حدثت وكانت القارة الإفريقية الأكثر تضررا منها. طبعا، وده كان بيركز عليه السيادة الرئيس السيسي في كوب 27، وأعتقد ان احنا كمان ركزنا عليه في كوب 28، ان لابد ان الدول المتقدمه تساند الدول الناميه في هذه الانبعاثات وفي هذا يعني اللي حاصل في التطور المناخي الكبير. بالنسبه للسياسه الخارجيه بتاعتنا، يعني انا بص حضرتك احنا تعالي كده نشوف اللي حاصل للسودان ودعوه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اول ما حصل الهجمات اللي موجوده عندنا في السودان، وبدانا ان احنا نعمل مؤتمر كبير جدا عندنا لدول الجوار لو حضرتك تفتكري والساده المشاهدين، وبدانا ان احنا ندعو الى حوار سوداني. نعم. سياده الرئيس السيسي كان بيتكلم كده، سوداني دون تدخل اي قوه خارجيه، السودانيون هم فقط الذين يعني هيحلوا القضيه بتاعتهم. وقد كان يعني هذا الحوار هو اللي منع اضرار كثيره جدا، هو اللي منع ممكن يكون كان في حروب اهليه اكبر من اللي احنا موجودين فيه. حضرتك برضه على مستوى الغربي هتلاقي حضرتك ليبيا واصرار سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على خروج المرتزقه من ليبيا وعدم تصدير الاسلحه لليبيا، لان هذه المرتزقه الموجودين في ليبيا هي التي تهدد وتعيق عدم وجود دستور وانتخابات حتى الان في ليبيا. طبعا على الصعيد الغزاوي وقطاع غزه حضرتك احنا مصر اولى دول العالم التي يعني قالت واتكلمت وبدات تشدد منذ هذا الاحتلال ومنذ الهجوم البري من اسرائيل على قطاع غزه. وتفتكر حضرتك معايا كده مؤتمر قمه القمم اللي حصل في العاصمه الاداريه يوم 21 اكتوبر، مؤتمر السلام اللي دعا ليه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي جميع دول العالم، 32 دوله يا فندم، 32 دوله واكثر من 5 منظمات دوليه جم وحضروا هذا المؤتمر. حضرتك لو نتخيل ليه؟ هنتخيل ان هم تضامنا مع الرؤيه المصريه، تضامنا مع الاستراتيجيه والرؤى المصريه لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. تخيلي لو هم مش متفقين مع الرؤيه، اكيد ما كانش حد هيجي يحضر، ولكن كان هناك اتفاق في الرؤى، اتفاق في الاستراتيجيات، ووضعنا آليات، وأعتقد آليات ومخرجات مؤتمر السلام يوم 21 أكتوبر اللي احنا ما زلنا حتى الآن بنتكلم عنها، ألا وهي وصول الدعم الإنساني، الدعم اللوجستي، المساعدات الإنسانية المستدامة. وأول مرة ان احنا نسمع هذه الألفاظ من هذا المؤتمر من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال لابد من وصول المساعدات الإنسانية المستدامة لهذا القطاع. كل الكلام اللي احنا قلناه في هذا المؤتمر العالم حتى الآن بيتكلم عنه. نعم. وما زالت الجهود المصرية تسير بجهود ثنائية ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والكثير من رؤساء الدول الأخرى في هذا الصدد فيما يخص غزة وثوابت حقوق الشعب الفلسطيني. لكن إذا ما تحدثنا بشكل أكثر استفاضة عن الشباب المصري، كان على رأس أولويات الدولة المصرية وكان هناك نوع من تمكين الشباب سواء في المناصب المختلفة، نواب للوزراء، معاونين للمحافظين، وأيضا في حوار مفتوح شكل من خلال حوار وطني يفتح دائما ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشباب المصري إلى أن ارتقى إلى المستوى العالمي. كيف ترى هذا التوجه في تمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة؟ وكانت أيضا هناك البرامج الواضحة في هذا المجال. شوفي حضرتك احنا لأول مرة يعني نرى شعار مؤتمرات الشباب، نرى قيادة سياسية بتقعد مع الشباب، بتناقش مع الشباب وبتصل إلى هذا الفكر. وخلي بال حضرتك القيادة الحكيمة الرشيدة مش إن أنا أسمع فقط للشخص أو يعني الجزء الثاني اللي هو قاعد معايا، ولكن إزاي إن أنا أقدر أستفاد من هذه المعلومات ومن هذه ومن هذا الكلام ومن هذا الأحاديث. أعتقد إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمرات الشباب اللي إحنا شفناها اللي كانت يعني نشطة وإن شاء الله ترجع مرة ثانية قبل كورونا، أعتقد إن كان السيد الرئيس
بيسمع تماما وبينصت للشباب، بينصت لهذه المشاريع، بينصت الى هذه الافكار. كان احنا يعني الشعار بتاع هذه المؤتمرات ابدع ابدع وانطلق، يعني فكر وانطلق وقول كل اللي انت عايزه. عملنا منصات الكترونيه، حضرتك لو تفتكري في منصه الكترونيه عملتها رئاسه مجلس الوزراء اسمها ابدا، حضرتك اتكلمي فيها وقولي الافكار اللي انت عايزه فيها. الاكاديميه الوطنيه للتدريب وتدريب الشباب والكوادر، احنا لاول مره نعرف ان احنا يعني اقل من سن ال 30 بتروح وتتدرب عن القياده، عن الاداره، ازاي ان انا اعمل اداره وقت، ازاي اعمل تخطيط استراتيجي. احنا كانت قبل 10 سنين يا حضرتك كان معظم الشباب بيركز على المدرسه والتعليم الجامعي فقط، لكن بدانا من خلال 10 سنين نفكر عن مفاهيم اخرى في الموارد البشريه وفي القياده وفي التخطيط الاستراتيجي من خلال الدورات التدريبيه اللي بتعقدها الاكاديميه الوطنيه للتدريب. وايضا عايز اقول لحضرتك اختلاف كمان بالنسبه للشباب، اختلاف لغه الحوار في خطاب عيد العمال حضرتك، يعني يوم 1 مايو حضرتك تعالي كده شوفي خطابات سياده الرئيس في عيد العمال، كان بيركز على تمكين الشباب في الصناعات وتطوير وتدريب الشباب على الصناعات الحديثه. وسياده الرئيس عنده فكر جميل جدا، ازاي ان انا اعمل يعني مصانع حديثه زي مصانع الروبيكي ومدينه الاساس ومدينه الدواء والمدن الصناعيه الكبيره جدا، واجيب تكنولوجيا حديثه وما يكونش عندي شباب قادر على تشغيل هذه التكنولوجيا. نعم. وبالتالي تغير هذا الخطاب وبدانا نتكلم على تدريب الشباب وتدريب العماله على التكنولوجيا الجديده، وان ازاي ان انا اعرف النو هاو لهذه الصناعات التكنولوجيه، وابدا ان انا اجيب خبراء اجانب واتعلم منهم واعرف منهم، وابدا ان انا اودي منح دراسيه بره والناس تتعلم كل دوت لصالح الاقتصاد المصري ولصالح الوطن المصري. ومن ثم خرجت المدارس التكنولوجيه والتطبيقيه وتم الربط الفعلي مع احتياجات السوق المصري. ايضا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثه وتوجه الدوله المصريه في وصول اجيال جديده تمتلك مقاليد هذه التكنولوجيا، ومن ثم تستطيع ان تواكب العصر بتحدياته التي تتغير يوما تلو الاخر. شوف حضرتك احنا يعني الذكاء الاصطناعي يعني بدأ في العالم المتقدم والولايات المتحدة الأمريكية يعني بكثير جدا، وهو ليس قصر فقط على الحاسب الآلي والحوسبة وهذا النظام، ولكن الذكاء الاصطناعي أيضا حضرتك دخل في العلوم السياسية والسياسة الحيوية في حاجات كثير جدا. احنا بدأنا في مصر زي ما حضرتك قلت كده ان احنا بدأنا نفكر، وعلى فكرة احنا في خلال 4 سنين بدأنا نلغي تماما الفكر العقيم اللي بيقول هو انا ادخل ازاي ابني مدرسة صناعية، ما ينفعش. احنا بدأنا نعمل مدارس تكنولوجية حديثة، بدأنا ان احنا نعلم الاي اي والذكاء الاصطناعي، وبدأنا نعلم الشباب ازاي هذه الثورة التكنولوجية ان انا اقدر استفاد منها في العلم، ان انا اقدر استفاد منها من الابحاث اللي موجودة عندي. واحنا يعني ما شاء الله حضرتك انت لو في اي ندوة او في اي مؤتمر هتلاقي فيه كثير من الشباب دلوقتي داخل في الذكاء الاصطناعي، وبدأوا من هم يعني، وخاصة كده حضرتك الازمة بتاعت كورونا كوفيد 19، حضرتك شوفي الشباب وشوفي المؤتمرات والمعارض اللي عرضوا فيها الروبوتات الخاصه بالممرضين الروبوت اللي بيقدم الخدمه للمريض، وازاي ان هو يقدر ان يستفاد من هذه الخدمه. كمان دخل الشباب في موضوع الاي اي ان هو ازاي يقدر يتحكم في الامراض وطبيعه الامراض بالنسبه للشباب الاطباء، وازاي نستخدم الذكاء الاصطناعي في تشخيص الامراض وعلاج الامراض بثوره صناعيه كبرى. اعتقد ان ايضا الدوله المصريه بقياده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لو حطينا عنوان لهذا الموضوع هي تنميه شامله مستدامه. انا ما بتكلمش في الصحه، ما بتكلمش في النواحي الاجتماعيه، ما بتكلمش في العشوائيات، ما بتكلمش في التعليم، انا بتكلم على تنميه شامله فيها ذكاء اصطناعي وفيها رؤيه شبابيه وفيها استراتيجيات قوميه وفيها بنى تحتيه. احنا صارفين اكثر من 10 تريليون جنيه بنى تحتيه لجذب المستثمر الاجنبي. طب هو المستثمر الاجنبي لما هيجي عندي هيعمل ايه؟ هيقلل من نسبه البطاله، وده اللي حصل. انا عندي نسبه البطاله 7.4% كانت قبل 2011 واصله ل 13%، وده انجاز كبير جدا جدا. ده بيخلي يقول ان احنا عندنا مجالات كبيره زي الذكاء الاصطناعي، عندنا ثروات تكنولوجيه كبيره جدا بيقدر يستفاد منها الشباب، عندنا جذب للاستثمار والمستثمر الاجنبي اللي هيقلل من نسبه البطاله بين الشباب. نعم، حديث لا ينتهي يستكمل بسواعد الوطن والعمل والصبر كما تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإنجاز والإرادة والقوة. دكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، شكرا جزيلا لك.